سلام يا سلام يا سلام. يلا يا ابو صالح. سلام ابو صالح. هذه قصيده للشاعر ابراهيم المزيد رحمه الله عليه. يا سلام معروف الناس ما حد يسلم منهم. نعم. حتى لو تعطي قروشك ما سلمت. لابد حزنهم يحوشك. حتى لو اعطيتهم واحده من عيونك قالت العين اللي ما يشوف. اي. فيقول رحمه الله عليه الشاعر ابراهيم المزيد: لقيت الناس ما منهم سلاما. بسم الله عليك. لزوم يلحقك منهم ملاما. ولا تحسب حلالك لو تبيده. يا بي يا حماك عن هرج الفدامة. بدارة الجود في من لا جزاني سوى دم لا هبت ولا ما. حقود القلب نقال الوشايا. هذور سهمته نقل النمامة. إلى منه طراله ما طراله. تكلم ما يثمن وش كلامه. يقوله يزعم انه مزح به وهو ينقض ويفتر في عدامه. سلام ابو صالح. ولي صاحب دائما اطري على باله. طيب. وهو بعد دائما يطري على بالي. دايم عليها اتصل وانشد عن احواله. وهو بعد يتصل ينشد عن احوالي. ويقول لي ويني راحوا كل من جاله. واقول له ويني رحتوا كل من جاله. وان شفتي بسوق ابن عمه وابن خاله. يسني اشوف ابن عمي وابن خالي. والله يا نرتاح لا من شفته الحاله. وبعد ينبسط لا شافن الحالي. يقول يا مرحبا لا شافن قباله. واقول يا مسهلا لا شفته قبالي. ولا جلسنا جميعي صك جواله. وابن الميانة علي صك جواله. لما عينك لما قلبك. الله يسعدك. ها ابو طلال كيف؟ والله ابداع ابداع ابداع. سلام عليك. هذه شاعرنا الله يمسيه بالخير وهم متابعيننا الشاعر محمد بن عبد الله بن حسن. ونعم عليكم زود بن حسن. شاعر جميل ما شاء الله تبارك الله. جزاه الله نسعده في الدنيا والاخره ان شاء الله. انا قايل له هو موعدا ان شاء الله ابجي معه لي مره باذن الله. باذن الله احنا باذن الله في الفترة القادمة بإذن الله تعالى إن شاء الله. يعني حنا ممكن بناخذ إجازة.